قاضية رأيت غل، ما رأيك يا قاضي تغل؟ أغرب قاضية رأيت غل، ما رأيك يا قاضي تغل؟ عن امرأة تزوجت هي أمي وأنا ولد غل، حكاية في الزمن الماضي أنا متهم وأبويا قاضي، حكاية في الزمن الماضي أنا متهم وأبويا قاضي. قلت هدافع عن نفسي واللي تحكم به راضي، أنا اتولدت واحد عيلة المال بغاهم بالكيلة، أنا اتولدت واحد عيلة المال بغاهم بالكيلة، لو قلت بس في ليلة عشر أطب يعالجوني. ليلة سودة وساعه حمرا، الشلة والكاس والخمرة، وفي ليلة سودة وساعه حمرا، الشلة والكاس والخمرة، دخل الشيطان بينا يا عادي عالخطف دبرنا مؤامرة، واللي الشيطان قال لي اختطفها صبية منساش او صفرة، اللي الشيطان قال لي اختطفها صبية منساش او صفرة، بجدع ضحت في حياتنا عشان تقابل رب حنون. ارفع يا بابا قدامك، اقصد يا قاضي خدامك، وديني يا بابا قدامك، اقصد يا قاضي خدامك، من العدل منك والواجب مستني تصدر احكامك. شوف القاضي حكم بايه، لو انت مكاني تعمل ايه؟ شوف القاضي حكم بايه، لو انت مكاني تعمل ايه؟ بيقول لي العدل والواجب ان الاماكن تتبادل، ابن حبيبي ووحيدي انا اللي ظلمتك وبايدي، ابن حبيبي ووحيدي انا اللي ظلمتك وبايدي، يا رب يا اللي خلقت الكون انا الظالم وبايدي.